عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبس ما دام مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون نياز، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون نياز، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا ننام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. حنا شباب البوم، حنا شباب بدري عليك. شوت يا عيال، راسي صداع يا ابوي، رجت امنا من اليوم. هاي راسي، هاي راسي، يا انك تاخذ لك مسكن او انك تسترجل وتنبكم. اخذت مسكن ما فات. ترى ما تعصب راسك بخرزه ولا بي قماش، ترى الحركه زينه وتشيل الصداع. طيب جيب الخرقه اللي فوق راسك. شو مش ما خرزه؟ بعدين ما والله اعطيك اياها تحطه فوق شوشك هم يابسه يا المدود. يو يا صالح، فين المراجل والشيلات ولا شكله كلام فاضي؟ افا والله لا شيل عيب ولد عمي. تعال يا عزوز، خذ شماغي وعطى شكر. اقول خف علينا يا نمر بن عدوان، اقول العب بس. اقول اسكت بس. يا اخوان، الحبة اللي في رقبة حامل، ماني مطمنة على الآخر. شلون ما تطمنت له؟ كل العالم يطلع له حبوب. اي ليش منزلين الصوت لكم كذا؟ يا فقي وطي صوتك، ممنوع منعا باتا حامل يدري عن الحبة هذه. تمام، إن راحت من لحالها الخير وأهله، لكن لو ما راحت وشكله ده المتوقع، أنا راح أوصل له المعلومة بالطريقة الدبلوماسية. اتفقنا يا عيال؟ اتفقنا. عامر عامر، في رقبتك حبة تخوف. الحين هذه الحبة برقبتي أنا. ايوه يا عامر، في رقبتك أنت. أكيد، يعني ما بمقطع فيديو ولا واحد ثاني. انت يا عامر، انت ياسر لا يكون تلعبون علي حاطين فلتر بالسناب. لا يا عامر، والله مو فلتر بالسناب ولا شيء، ابلش. وزي ما قلت لكم، في اسباب متعدده بناء على شكل الحبه وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الاصابه بالجدري او الحصبه، وفي حبوب بتدل على الاصابه بالمرض الداخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا الارم ان في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبه. فانا انصح محدش يلعب في الحبه ولا يعرضها للشمس وبعض الانواع من الاقمشه لحين عرضها على طبيب مختص.
الشياطين. شيك؟ ها؟ لا ما في شيء. وش الصوت اللي مشغله؟ لعد تدخلين الغرفة كذا فجأة، يلا دزيها يلا. مريض؟ وش تراه؟ يمكن شافت الحبة. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. هي لا تنفخ عليه، ما سوالك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة أنت؟ ما هو بشغلة ستطلعي منها أحسلس. يا الله صباح خير. الناس تصبح على خير، وأنتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي امس طارد من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره غرفتي ما بيستطبينها. اوكي خلاص على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعه مشان الله انتبهوا من اقل البقوليات لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات. عامر ايش فيك يا أمي؟ ما فيني شيء. إلا فيك شيء، أنت متغير، وش فيك؟ قلت لس ما فيني شيء. حبيبي أنا أمك وعرفك زين، قولي وش فيك؟ الحبة شافة عزوز برقبتي، حبة كبيرة. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا، عندي موضوع مع عامر، يلا. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة برقبتي تخوف، شكلها غريب. وريني اشوف. اي بس بتعلمي لحد. لا. بس كذا؟ مزعل نفسك وحاط لك قم. يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وإن شاء الله بتروح. يعني عادي؟ عادي. طب من وش طلعت لي؟ ما أدري يما، يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله، الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد. مرحوم يلي مات بأول شبابه.
عامر، رد علي ضروري. شوف هذه الرسالة ممكن تفيدك بخصوص الحبة اللي طلعت لك يا شيخ، الله يكفيك شرها. يقول لك ترى ممكن تكون حبة خطيرة لو ما فحصت من بدري. معليش بالغلط. مسوي بالغلط؟ ما تعرف بابنا من بابكم؟ آسف يا مي، ما نمت زين. يا عمري اللي تشكي ظروفك. أقول لا تسوي فيها دور المسكين ودزها. لا تحكمين على غيرك، وأنت ما تعرفين ظروف الناس. خلاص يكفي دراما، انقلع. يهو إيش فيه؟ صلوا على النبي، إيش اللي ساير؟ تعال شوف حل خويك. تعال تعال يا عمرو. وي عامر، ايش هذا اللي في رقبتك؟ ايش حاطط؟ حطيت قم، لان سمعت الدكتور يقول المفروض ما حد يلمسها. اذا انت كبرت الموضوع زياده حبيبي. لما حطيتك قم انت على الحظه كده كتمتها وخليتها تعفن، حتى كمان راح تطلع لك حبه ثانيه موازيه لها في ذمتك. ايوه، يعني دحين انت لما تنام وتصحى راح تصحى تحصل حبه ثانيه في حلقك. أم عاد، أنا آسفة يا عامر إني ظلمتك. الله يشفيك، الله يشفيك. إيش بك يا عامر؟ هاليوم هي كلها حبة، تبغى تكشف عنها أكشف، ما تبغى برضو بكيفك. الوقت كفيل يبين لك كل حاجة. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت، تعرف ايش تسبب لك الحبة. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقة حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه، وتسبب اقوى من كده حبيبي. انا خالي مجدي، مجدي ديكا، عنده صي الحبة دي، اختها بالضبط. بعد يومين اتنين مسكين من منها طلعت له، تدري ايش سببت له؟ شفاف في الفم، نشفان كده، ما يقدر ينطق، وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب يطيح لأنه ساعته دوخة. أنا نفس خالك مجدي ديكا، فيني نشفان وفيني دوخة. طب وشلون هو تعالج منها؟ وشلون وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا. وشلون طفى؟ طب مات. توفاه الله. يعني غادر؟ خاطر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده، المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان إنسان كويس. أما أنت يا عامر لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت أنا؟ لأنك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش تسوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة أبيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا وجيه الخير. جزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما أبي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر. تكفون سامحوني وحللوني، اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني. تكفون سامحوني، سامحوني يا أخوان، سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني يا أخوان. أروح. شكرا
تسوين انت؟ هذا ملابسك انت سوي غسيل. لا 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 ما تغسلين ملابسي بالبيت، انا ما اقدر اسامح نفسي لو جاهلي شيء. ها ايش كلام انت؟ ما راح تفهمين يا ميري، صدقيني ما راح تفهمين. احمد ربس ان الشغاله واكبر هم الطبخ وغسيل. ان شاء الله ما تعيشين اللي انا عشته. ولا اوفر شيب شيب. يا الحبيب انا مستعجل، عطني فاتوره. كنسلنا ما نبي نغص. الله يجيرنا من النار. جيت اشوف النار. انت اللي شاب النار؟ لا 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 انا جيت ولقيتها مشبوبه. هذه لك؟ وش؟ تعال تعال وش اللي في رقبتك؟ انا ما ادري يا حضره العسكري، لو ادري كم ما حركت ملابسي، بس انا مريض. انا مريض وخايف على اهلي من المرض. هذا مسكين شكله مجنون ولا مريض، لكن خلنا نشوف شيء بس نطفي به النار. بيتكم وين؟ بيتنا بالحاره هنا. يلا يلا على بيتكم، لا ركبك الدريه، يلا على بيتكم. سمسم مبشر، الله يوفقكم، الله يقويكم، الله يكفيكم شر الحبوب. حبوب؟ شو حبوبه؟ اللي مثل هذه. اللهم امين، يلا يلا على بيتكم يلا. سمسم مبشر. أقول لك يا مسلمة دق الباب قبل ما تفتحينه. أقول وينك عن جوالك أنت؟ جوالي ما بيه، ولو بيدي كان كسرته، بس ما أقدر. الحمد لله والشكر، وراك مخليه مع سالم يخلطه، كان قفلته ورتحت منه. مو بشغلس، أطلعي برا، أطلعي برا. ترى صديقك تحت استناك. عزوز، والله لو ما تبطل هالحركات وتمشي معي الحين، لا أنت خويي ولا نعرفك. أخي وش تبي مني أنت؟ شايف وش مسوي في نفسك أنت؟ تراها حبة، حبة تطلع لأي واحد في الدنيا، تعال اكشف وارتح من العذاب اللي انت فيه. طيب، وإذا طلع؟ لا أنا ولا أنت دكاترة، الدكتور هو اللي دارس طب وبيعلمك وش السالفة، يلا مش معي. وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وش تبي انت؟ الله لا يحييك يا شيخ، انقلع مع الله لا يعيدها من سفره معك. احذف رقمي ما عاد ابيك ولا عاد ابي اسافر وياك. حتى انت حبه؟ لا زكمة. طب ليه بتاثر؟ عامر علي وهذا كل اللي صار معي يا دكتور، علمني وش فيني انا. تمام استاذ عامر، صراحة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله خير بإذن الله. كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن إحنا محتاجين نعمل شوية تحاليل في المعمل بتاعنا تحت. تخلص التحاليل وبعدين أقدر أقول لك في إيه. يعني شيء خطير. ما أقدرش أفيدك في حالتك دي غير لما تطلع نتيجة التحاليل. ده نظام، تطلع النتيجة وبعدين أقدر أفيدك في إيه. ببلش. ها شفت إنك مكبر المواضيع الله يهديك. بكرة تطلع النتيجة وترتاح من ذا التفكير. إيه بس إذا طلعت النتيجة خطيرة. طب إذا قال الدكتور نبي تحاليل إضافية؟ أصلا أنا ما أدري شلون أنتظر لبكرة. حبك لنكد أنت وجهك. إيه اللي يده بالنار
مو بزي اللي يده بالماء. يا سليمان، الدنيا حياة وموت، وما يدري الواحد وش يلاقي من صواديفها. أوصيك فمي وبوي، خليك قريب منهم. أختي نوف، أختي نوف أنت عضيدها ولا تنساها، ترى أهلي ما لهم غنات عنك. هذا الكلام صحيح يا سليمان، أسمع كلام أخوك عامر، بكرة راح يموت، بعدين فين تحصل أخو كبير زي عامر ينصح؟ أنت إيش دخلك هنا؟ شلون جيت؟ هذا يا عامر، أنا ما نطيت من فوق السور، أخوك سليمان هو اللي فك الباب ودخلني هنا. طق الباب، شفت أخويك عزوز دخلت المجلس لما تجي. يوه يا عموري، فين كرم الضيافة يو؟ فين القهوة والشاي؟ بعد الليل يومين أرسلك على الواتساب، ليش ما تفك الرسائل؟ اطلع برا، اطلع برا. يا ضيوف يا يا كفك انت ويا الله الرحمة يا أموري كباف. تفضل. الواحد ما وده يحط بذمته شيء. الصدق اني كنت اسرق منك شواحن واسلاك، مع اني سكنتي تحطين مناكير لاني امسحها بزيت فرامل واخذها مع الاستراحه. هذه هديه بسيطه، واتمنى انك تسامحيني وتحليني. سامحيني يا نوف، سامحيني وحليني. يلا بسرعه يا دكتور، تكفى قل لي الحقيقه. وانا هكذب بس عليك ليه يا عامر؟ الموضوع كله ببساطة. أنا مؤمن واتحمل. قلها وش نتيجة التحليل؟ يا ابن الحلال أنت يا مطفوق، ارفق شوي، خلي الدكتور يتكلم، عطى فرصة. تفضل دكتور. فحوصاتك كلها سليمة، كل الموضوع بس ببساطة إن احنا هنكتب لك على المرهم دوت تمشي عليه لمدة 3 أيام والحباية تروح خالص. كل والله. والله حبك ماجد عبد الله. أموت فيك يا شيخ. موت فيك يا شيخ، موت فيك. حبك بعد. لا 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 استعجلت شوي. تحداك العوارض البطلة. هلا والله أم عاد، عباية زرقاء، تشجعين الزعيم. كافو والله حق. موت فيك انا يا شيخ. سمي يا خاله، محتاجه شيء، ناقص شيء، ابد تحت امرس انا. اي شيء تبينه تحت امرس. يا شيخ والله اني اسف، حقك علي، كنت منفس ومنضغط. ابشر بالحق والله. حتى انت تحليلك سليمه؟ اي ابشرك الحمد لله. ما شاء الله، مبروك. الله يبارك فيك. إيه خوي، بس دي المرة نبغاها تايلند، خوتك تنشرة. أم عاد بتروح تايلند؟ إيه أبشرك. أنا ما صدقت على الله، بروح أنا أخوي مكة. الله يوفقكم. آمين، ندعي لك هناك. إيه تمام أوكي. يا أخي توني أحس بطعم الحياة، تصدق ودي أسوي كل شيء، آكل، ألعب، أفل أمها. إيه يا رجال، نبي عامر الأول يرجع. الحين ناخذ المرهم هذا بس، وبعدها ينزل لك أحلى عشاء في أفخم مطعم في الرياض. كفو يا صديقي. دكتور. هلا. أنت ما تدري شلون كانت النفسية أول، الحين تب التب. تفضل. شكرا يا دكتور. الحين المرهم ذا كم يبيله يشيل الحبة؟ يا لطيف. هو صحيح إن شكلها يخوف، بس الدكتور يقول انها بسيطة وكم يوم وتروح. الدكتور اللي كتب لك المرهم ده مختص؟ لا، رحنا طبيب عام. انت محتاج تروح لاستشاري مختص بالحالات الدقيقة، لان الحباية دي شكلها مقلق. ايوة، يعني رجعنا لطاري يلي. الحين توني اقول ابا في الامة وبنبسط وبستانس، وانت تقول مقلق يا قلق. الله لا يوفق، الله لا يوفق لا انت ولا الطبيب العام.
فلوس المرهم الله يشفيك. قايل لك انها خطيره وانت مودين الدكتور سكه ما يفهم شيء. خلاص يا ابن الحلال تعوض من الشيطان، اعوذ بالله. ضو شابه ما تشوف شلون ارتاع يوم شافها. اي لا تقعد تصارخ علي، خلاص عاد نروح استشاري زي ما قال ونشوف وش يقول ونرجع للدوامه نفسها. الله ياخذني يوم طاوعتك. سويت مو بنا ذي تكفى ياسر تكفى شلها. الحين قاعد تسفل فيني من اليوم وتقولي شلها؟ يا ابن الحلال لا تشخص الموضوع، خلاص انا السفله شلها. خلاص خلاص اسكت لا تتحرك تكفى. حامل راحت الحبه. ذمتك سلام يا تكتك، اليوم بعطيكم طريقة علاج اللي تطلع حبوب فجأة بجسمه. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون نياس، وصب حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصب حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. نطل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نطل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرد على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. أكسر روتيني واتمرد على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري.